عزيزي المشاهد، أتحسب أن الفاقدين لأعضائهم فقدوها للأبد؟ أتظن أن الذين ولدوا أصماء أو أبكاما أو عماة أو معاقين أتظنهم ناقصين؟ لو كان جوابك بنعم، إذن حين تتعطل سيارتك فإنك لن تستطيع أن تمشي، وهذا يعني أنك ستبقى مستلق على سريرك تعاني من مرض سيارتك. نعم، قد تتأثر جدا بسبب فقدان سيارتك، لكنك لن يحدث لك أي أذى بسبب ذلك، ولن تتحطم أرجلك. هذا مثال لك لتعلم أن جسدك مجرد مركبة، أي أنه كسيارتك الشخصية ستتأثر بأعطاله، لكنك في الأصل خال من أي أذى. فلا تظنن أن المعاق ناقص في أصله وذاته. طبعا كلنا ناقصون في هذه الدنيا، ولنتعلم من هؤلاء الضحايا أن ليست هذه الأرض الخطيرة هي موطننا الحقيقي، ولا هذا الجسد مركبتنا الرسمية. لنتعلم من هذه المأساة أن هذا الجسد المادي مجرد مركبة يمكن أن تتحطم في أي وقت، وأننا أيضا معرضون لمثل ما هم عليه. لقد اندمجنا مع أجسامنا في هذا العالم، لكن في الحياة الأخرى سنكتشف أنها كانت مجرد عربات نسوقها. نعم، فإن فقدت إحدى عينيك أو نظرك مثلا، لما القلق؟ ألم تلاحظ أنك لست من يرمش بتلك العين؟ راقب جسدك جيدا، راقب الآن، ركز على عينيك. أكيد لاحظت أنها ترمش لوحدها، هل أنت من يرمشها؟ لا طبعا. لحظة، أنت الآن تتنفس، أليس كذلك؟ راقب تنفسك الآن، شهيق زفير، شهيق زفير. هل أنت الذي يفعل ذلك، أم أنك تتنفس بدون إرادتك؟ ألم ترى؟ كأنك لست أنت من يقود الجسد، إنه يقود نفسه. ما أنت إلا مجرد مالك يعطي الأوامر فينفذه هذا الكائن العجيب. راقب جسمك جيدا، ألم ترى أن المعدة تنتقي ما توده من المغذيات وترسل المشروبات والنفايات إلى أماكنها المخصصة؟ إنها تعمل بدون إذنك، لما لا توقفها؟ أوقفها حالا، أمر معدتك ألا تهدم إن كنت لا تود الذهاب اليوم إلى المرحاض. أوه، إنها لا تكترث لك أبدا، هل أنت واثق أنك هو هذا الجسد؟ إذن لما لا يطيعك أحد؟ كيف أنت المتحكم وأنت لا تتحكم؟ إنك لم تستطع حتى إثبات ذلك، إنك لا تسيطر عليه، إنه يعمل بدونك. أنت لا تعلم حتى تقنياته وتقول لي أنك هو ذلك الجسد، كيف ذلك؟ هل حقا تعتقد أنك ستصبح هذا الهيكل العظمي المنطفئ؟ أم أنك ستغادر جسدك حين يتوقف عن العمل؟ أعد النظر جيدا، سأجري لك اختبار مما يتكون جسدك. ستقول: جسدي يتكون من رأسي وعنقي وذراعي وأرجلي وصدري وبطني إلى آخرها. هل أخطأت في شيء؟ لاحظ أنني قلت لك أنك أنت تمتلك هذه الأعضاء، أنت تمتلكها، لكنها لست أنت طبعا، إنها ملكك. هل لاحظت أنني قلت لك رأسك، وهذا يعني أنه رأس لك، أي أنه ملك لك، وليس ذلك الرأس هو أنت، بل هو ملك خاص. وكذلك أعضاؤك الأخرى، قدمك، يدك، كلها تنتهي بحرف الكاف، إنها ملكك، كلها لك. ها أنت تعترف أن كل جسدك هو ملك لك، إذن أين أنت بينهم؟ هل ستقول لي أنك هو ذلك الدماغ الذي
يرسل الإشارات. هل أنت الدماغ؟ لا تقل ذلك، فقد اعترفت أنه دماغك وأنك مالكه هو دماغك. إنك أبعد من ذلك بكثير، وفقدان هذا الجسد لا يعني فقدانك. أيها الفاقدون لأعضائهم، أنتم لم تفقدوا شيئا أبدا إطلاقا. لا تتعلقوا بمركباتكم كثيرا، اعتنوا بها فقط. لنطمح للدار الآخرة، دار الخلد التي جئنا منها، ولنجعل حياة الأرض لعبة مررنا من خلالها فضولا لأجل اكتشافها، وتطفلا فخرجنا فيها أطفالا، واندمجنا معها، ثم نعود لموطننا الحقيقي دار البقاء. هل استعبتم ذلك؟ نتمنى أن نحدث لكم ذكرى وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وإبداء رأيكم بإعجاب أو عدم إعجاب. شكرا لكم وإلى اللقاء، دمتم في أمان الله، مع السلامة.